أنا يا بابا عم تفكر فيي هيك بعد كل اللي عم بعمله لتكون مرتاح؟ حلو، رجعنا لنفس الخبرية، رجعنا لقصة تربيحة الجميلة. أنا ما عم ربحك جميلة، أنت اللي حكك يلي عم يظلمني. عم بظلمك؟ صرت ظالم كمان أنا هلأ؟ فيك تروح؟ خلص رح روح. أنا أصلا كنت رح أعمل هيدا الشي بلا ما تعرف. لو ما غدا طبلت لي راسي لخبرك وخبرك. أنا كنت عارفة إنك رح تزعل، بس هي ما بتعرفك مثلي. كيف يعني ما بتعرفني مثلك؟ ما فهمت. بقصد إنه هي ما بتعرفك مثلي منظم، وإنه بتحب تخطط لكل شي، وإنه ما بتحب حدا يخربط لك مشاريعك. وهيدا غلط برأيك؟ أنا ما عم بقول إنه غلط، بس طريقة كلامك بتوحي إنه هالصفات إن عيوب مش حسنات. بحبك مثل ما أنت، بس كنت بفضل تكون عاطفة أكثر من عقلين. ويا مخلوق، أنا بحبك مثل ما أنت، بس كمان كنت بفضل تكوني منطقية وواقعية وعقلانية. يا ريت روحتني بدون ما تخبريني. على كل حال، أنا شو خصني؟ هيدي مسؤوليتك وأنت لازم تتحمل نتيجة غلطك. أنا ماني مضطر أعزك. بليز غادة، بليز بليز روحيني. مستحيل، هيدا شي ضد مبادئي، ضميري ما بيطوعني. إذا بدك شوفي حدا تاني، مين حدا بيقبل؟ ولو فوق ما نفسيتي تعبانة عم تبعتيني عند حكيم ما بعرفه. فإذا ما تروحي، حطيه قدام الأمر الواقع، بالأخير بيقبل. خاف أعمل شي هاد تزوجنا، والله العظيم إذا تركني بقتل حالي. وشرفك أمل، ما حدا بيترك مرته لأنها حبلت. بس كمان مش عادل جيب ولد وهو مسافر. مانك شايف البيت اللي عايشين فيه قديش صغير؟ انجأ سيعنا انا وياه، وين بقى بدي اجيب ولد حط له اغراضه وتخته؟ استأجروا شقه اكبر. من هلا بدنا نجيب شقه اكبر؟ ما لنجمع شويه مصاري. امل، ما رح اقدر فيدك بهالموضوع. طب قولك دكتور. ولا دكتور اسمر بيقبل، بس ممكن يدلك على دكتور تاني. يا الله هالمصيبه. سوري حبيبي، انا طمنك مصيبه، هو قصدي الوضع كله على بعضه تعتير. شربي مو بقى تفكري بهالموضوع. اكسكيوز مي، تأخرت عليك. واضح وين كنت؟ شو عم تعمل؟ لا ما بنيش، يمكن ضيق شوي او طالع ضغطي. يطلع ضغطك. ولا اختك جيهان اللي خسرت حضرتك مليون دولار وخسرتك فون، تفهم؟ جيهان، مصيبتها كبيرة. اصلا ما عم ليين، وجوزها ارشي بليونير، تعرف؟ المليون دولار بالنسبة لها مثل المئة دولار بالنسبة لإلي. انت ما بتستحي على دمك، ولك ما عاد عندك ضمير، ما في احساس، ما في اخلاق. ولمعلوماتك، بابا كان بده يكتب لها ربع الوردي، أنا قلت له لا بابا، اكتب لها التلت. ولزيادة معلوماتك، الفرق بين الربع والتلت أكثر بكثير من مليون. يعني أنت مش ندمان على اللي عملته؟ شو نافع الندم؟ ما بينفع. لشو؟ اللي صار. شو بعمل؟ بقتل حالي. طول عمري وأنا بخلق لك عذار لحتى ما صدق انك حقير وبلا اخلاق وما عندك ضمير.
بس الحقيقة انك طلعت بلا اخلاق وما عندك ضمير. عيب شو عليك. على فكرة انا ما بيشرفني يكون صديقك. وشو عملنا لك؟ يلا أمل، وينك برد الأكل؟ أمل أنا ميت من الجوع، يلا. هيدي لك. ليه ما عم تاكلي؟ بكره موعد العملية. كرمال هيك زعلانة؟ إنو عادي كل يوم بتصير مليون عملية مثل هالنوع. ما بدك لهالزعل. المشكلة إنه الولد مش كلمة بتتم وأنت بتعرفي هالشي. هيدا إنسان مع كل احتياجاته ومسؤولياته ومشاكله. لازم يجي بوقت نكون إحنا مستعدين لمجيته. حتى مأمنين له المناخ والظرف المناسب حتى يربى فيه. وهيدا ما رح يتوفر قبل 3 سنين. فكرك مش حايس أنا بدي ولد؟ انت اكتر وحده بتعرفي انا قديش بحب الاولاد. بدي اجيب مش ولد 5. بس انه توقيت مهم لالن ولالنا. بتجي معي بكره؟ لا بليز خليني بعيد. انت بتعرفي انا بتضايق كثير من هالقصص. بعدين هيدي غلطتك. أنا ماني مضطر أتحمل هيدي المسؤولية. خدي غادة أو نسرين معك. غادة ضد مبادئها الإجهاض، ما قبلت تروح معي. لو بتحتفظ غادة برأيها لحالها، هيش كل يوم عم تطرقنا نظريات بدون ما تاخد بعين الاعتبار طريقة حياتنا. أمل، بليز ما تخلي حدا يفوت بيناتنا. نحن قررنا وخططنا وحلمنا وكل شيء ماشي تمام لحد هلا. بتعرفي ليش؟ لأنه ماشيين على الزيح. أنا بعد 3 سنين رح أرجع أجرح قد الدنيا. بوعدك رح أعوض لك عن كل تضحياتك. رح أعيشك ملكي. وبدل الولد بدنا نجيب 5. بدك تضلي على 5 سنين ماشي وبطنك قدامك. تعبي وتفضي، تعبي وتفضي. لك تسلم لي هالضحكة. أنت ما رح خلقتي لتضحكي. ما بيلبق لك الزعل، ما بطيقك شوفك زعلانة. أوكي؟ يلا يا قلبي، بكره إن شاء الله بتعملي العملية وبنكب هالقصة ورانا وبنكفي حياتنا أحلى من مكان. ما هيك؟ وهيدي الدجاجة هلا بدها تاكل أحلى أكل. يلا حياتي يلا. يلا يا قلبي ايه بديكي تتغذي. برافو. يلا كاسك دجاجتي. يلا هيك بدي اياكي. عم تضحكي على طول؟ شو هالبيتزا الطيبه؟